يا اهلا بكم مشاهدينا مره تانية، وزي ما كان معانا منذ قليل كابتن احمد جمعه المدير الفني لمنتخب كره السله 3 على 3 اللي توج بالبطوله العربيه تحت 18 عام. مهم بقى اللي احنا يبقى معانا البطلات النجمات اللي حققوا الانجاز نفسهم. خليني ابدا بعائشه محمد، صح كده صح كده؟ ولا اوشي؟ اوشي قلنا هي خلاص. مصممه عماله تقول لي في قبل الفاصل، ما انا بحب اسم اوشي ما تقوليش عائشه، بس يعني لازم برضه اديكي وضعك في الاول كده. شكرا. ازيك عائشه؟ الحمد لله. كله ازي تمام؟ كله تمام. خديجه عثمان، ازيك يا خديجة؟ خديجة عادي ولا في برضه نيك لا نيم؟ عادي. تمام. ليلى الصناديل، كله تمام؟ الحمد لله. وجود جمال، ازيك يا جود؟ ازي حضرتك؟ كله تمام؟ الحمد لله. قلتوا لي ان الكابتن بتاع التيم اوشي، صح كده؟ صح كده. ازيك كابتن؟ الحمد لله. قولي لي بقى، البطولة العربية دي تاني بطولة تلعبوها مع المنتخب تحت 18 عام، أول بطولة طبعًا كانت بطولة أفريقيا وتوجتوا بيها. الفرق ما بين بطولة أفريقيا والبطولة العربية إيه؟ هو احنا اولا بطوله افريقيا كانت اول بطوله نلعبها مع بعض، او اول بطوله نلعب اصلا فيها ثلاثه على ثلاثه مع بعض. فاحنا لسه شبه بنكتشف الموضوع، الاجواء، دخله الملعب، طريقه اللعب، الحكام، التشجيع كده. فاحنا جايين برضو البطوله العربيه اخدين شبه مش خبره، بس اخدين اللي هو فاهمين الموضوع بقى ازاي يعني. بقى وكده. فالموضوع ده كان طبعا مطمنا اكتر بكتير. وغير كده انت الفرق مختلفة خالص، البطولة العربية غير البطولة الأفريقية. مين أصعب؟ أنا برضه هقول الأفريقية عشان برضه كانت أول بطولة. فكنتوا مغضوضين شوية. بالظبط، مع إن الماتشات في البطولة العربية كانت أكتر، بس أنت أول بطولة برضه بتبقى مختلفة، عندك فرق أفريقية أقوى وكده، فالموضوع ده كان عامل فرق. خديجة، أنتوا كلكم بتلعبوا في أندية باسكت عادي ولا كله بيلعب 3 على 3 بس؟ لا لا، كله باسكت عادي، 5 على 5. انديتكم ايه؟ بدات بيكي تقولي لي. جزيره، سبورتنج، عائشه، حلوه، ليلى بتاعت هليوبوليس، سبورتنج، انا كمان خاصه بيكي، وجود برضه سبورتنج. سبورتنج حلو قوي. وليلى؟ وانا بلعب في هليوبوليس. ليلى انا مصمم اقول لك. ايوه ليلى. خديجه، انت البطوله بالنسبه لك برضه كانت الفرق ان انا انقل من الباسكت العادي للثلاثه على ثلاثه، كان فيها خضه شويه ولا حاسه ايه اسهل من الاثنين؟ لا، هي بس خضت التلاتة على تلاتة انها مختلفة عن الخمسة على خمسة جدا، وبرضو ما فيش كوتش بيوجه، انت المسؤول عن كل حاجة في الملعب، مسؤول عن التغييرات، الخطط وكده. بس لا، احنا اتعودنا بسرعة يعني، ويعني انا بصراحة بفضل التلاتة على تلاتة يعني. فعلا. ليلى بالنسبة لك ايه؟ بصراحة في الاول كان الموضوع مختلف، الموضوع الرولز حتى مختلفة، والسرعة في اللعبة مختلفة، بس برضو بفضل 3 على 3، بتبين السكيلز بتاعتك وبتبين التيم ورك اكتر يعني. جود، 3 على 3 برضو كلكم؟ انا من وانا صغيره بلعب يعني، من وانا صغيره بحب 3 على 3 دايما، كنت اخش بس ما كانتش لعبه بوبيلر قوي يعني. ما كانتش في امريكا، هي لعبه ناس تلعبها كانت بشكل فريندلي اصلا. كمان في امريكا او بره عموما في ناس تبقى تلعب 3 اون 3 بس، متخصصه 3 اون 3، في ناس مش بتلعب 5 اون 5، بس في مصر هنا عادي بنلعب 3 اون 3 و 5 اون 5. بس بصراحه كتير احلى بكتير. هو خلي بالكم، هو الثلاثه على ثلاثه كل الناس بتلعبها قصدي يعني. بس كبروفيشنال يعني. لا انا بتكلم ان مثلا انت في الملعب ومعاكي اثنين من زمايلك. أيوة. فهتلاقي اللي اتعمل تقسيمه ثلاثه على ثلاثه على باسكت واحد. ايوه، قبل التمرين اصلا يعني، قبل كده مثلا نلاقي ثلاثه وثلاثه، لا يلا نلعب 3 اون 3، يلا مش عارف ايه كده. فعشان كده لذيذه، تبقى بتعمل اللي انت عايزه يعني، انت كوتش في الملعب، ف تبقى ألذ يعني. حلو حلو موضوع الكوتش ده. كابتن احمد جمعه بقى كلمه معاه، كان بيقول لي ان هو ما ينفعش قانونيا، ما ينفعش ان هو يديكوا تعليمات الكلام ده كله. في الخباثه بقى كنتوا بتعملوا ايه؟ ايه الهنتات اللي كانت بتحصل عشان يبقى مثلا يديكوا تعليمات معينه فنيا خلال الماتش؟ كنا مسميين الخطط على اسامي اللعيبه. ايوه، هو لسه بيقول لي الموضوع. طب انت خطتك انت مثلا اوشي لما يقول اوشي ايه اللي بيحصل؟ ما دي خطه بقى، حاجات كده بقى. بس احنا مثلا انت في الملعب مثلا، فهو بره مثلا اوشي، فبين ان هو بيشجع عادي، هو اصلا بيقول لك خطه. ايوه انا عملت ايه طيب؟ بس ساعات كان بيبان مثلا. فاحنا حتى اخذنا مثلا قبل كده بناخد اللي هو الكوتشنج الورننج ده، بس بتعدي يعني الحمد لله. كنت بنعمل نفسنا مستمعين يعني. أيوة. هو بيقول حاجه احنا بصين قدامنا، وفي الاخر اسمه هو بينادي على اسمه. ممكن يشجع اللي هو يلا يا جود، يلا يا ليلى، هو كده قصده. هتفهموا ازاي الفرق ما بين ان انا بشجع؟ لا هو في العادي هو بيشجع على خطه، هو بيشجع، هو بيشجع، هو بيقول اسمه. لا شايلين منه جدا. لا لا والله، لا لا، في البطوله الافريقيه كان بيخلي حد اللي يقول
يعني مثلا لو حد قاعد قولي يلا يا كذا، فبنفهم على طول ان هو قصده على قولنا تلعب اوشي خطه يعني. عايزين اوشي اوشي كده. فبطوله افريقيا بتستغلوا مثلا ممكن الحكام مش فاهمين عربي قوي فبراحتكم تتكلموا شويه. هو عموما اول ما المدرب بيتكلم بياخد ويننج، ما بيبقوا عارفين غير الحكام تبقى عارفه ان ده مدرب. بيقولي ان عادي كلامه لو تشجيع مش بيتكلم يدي أيوة تعليمات الموضوع ما بيشجع مجرد. ايوه يا جود، ايوه يا ليلى، ايوه يا اوشي، ايوه يا خديجه، فمش باين ان هو بيتكلم. لكن لو كلام عادي لا عادي، لو لقى كلام من غير اسم او كده لا ممكن يدي ويننج. طب وخلال الماتشات عشان تتفقوا مثلا مين هينزل مكان التاني، التبديلات لا التبديلات بصراحه كانت بسرعه جدا وكلنا كنا بنبدل على طول، ما اللي بره هو اللي بره بيختار يعني اللي يغير جوه. طب افرض حد مثلا شايل من التاني فخلاص لا خلاص احنا مش عارفين، احنا مفيش الحاجات دي بقى. بص يا كنزي مثلا يا كنزي تعالي اطلعي بقى ريحي. لا بس انا عايز اقول حاجه، اختيار كابتن جمعه لينا ان احنا كنا سته بس عموما احنا الاربعه كنا بنحب بعض قوي. لا انا بضحك طبعا. ايوه بضحك معلش. طيب لعبه الثلاثه على ثلاثه بدنيا متعبه اكتر من الباسكت العادي؟ اه بصراحه بدنيا متعبه في اللعب جوه الماتش، وتمرينها كمان متعب لانه معظمه انديفيدجوال حاجات لوحدك بتاع كده، فتمرينها متعب وهي نفسها متعبه لانها سريعه جدا. متعبه يعني مش بناخد يعني غير مثلا لو عايزين ناخد تايم اوت او حاجه، فبتبقى اللعب على طول 10 دقايق على طول على طول على طول. الكوره ممكن ما توقفش لمده 3 دقايق، فاللي في الملعب يبقى خلاص تعب. طب اوشي خلال الماتشات بقى تعليماتك ككابتن التيم بتتكلمي مع اللعيبه مثلا ممكن تشدي مع حد على حاجه معينه ما اتعملتش مثلا بالشكل اللي الكوتش كان طالبها منكم، الدنيا بتمشي ما بينكم ازاي؟ هو احنا الكوتش اوريدي في التمارين في الاول بيبقى موصل لنا من الاخر كده هو عايز مننا ايه، بيبقى مرن على سيتويشنز، انت في السيتويشن ده انت خسران مثلا هتعمل ايه، او انت كسبان هتعمل ايه، متعادل هتعمل ايه، فاحنا دي حاجه بنبقى متمرنين عليها. فاحنا اغلب الوقت في الماتشات لما بنتحط في الموقف ده بنبقى عارفين حصل ان احنا مثلا تهنا اي حاجه بناخد تايم اوت كده عشان نبقى على الهادي، نقعد نتكلم نتناقش بسرعه، طب يا جماعه احنا دلوقتي كذا خسرانين محتاجين نلعب على اللي جوه اكتر، بس احنا بنبقى على هادي كده نبقى جمعنا وننزل يعني نظبط الموضوع. خديجه ايه اصعب الماتشات اللي لعبتوها؟ كابتن احمد كان بيقول لي ماتش العراق كان من الماتشات الصعبه من الاولاني. دي حقيقه، في ماتش العراق احنا كنا لاعبين تقريبا شبه جيم ايكوال، ده الماتش الوحيد يعني تقريبا اللي هو خلص فرق قليل. بس احنا يعني كان مجهود كبير في اليوم، يعني احنا لعبنا تقريبا ماتشين قبل ماتش العراق، فكنا داخلين ماتش كده مهمدين شويه مش عارف مش جاهزين قوي، بس احنا كل ما الماتش يعني ابتدى يقرب للاخر فاللي هو احنا بقى لا محتاجين نشد وكده فخلصنا كويس. حته يا ليلى انكم فزتوا ببطوله افريقيا كان حاطط عليكم ضغط ولا مديكم لا كونفيدنس او ثقه ان انا ايه لا البطوله العربيه اسهل؟ هو بصراحه ما كانش في اوبشن ان احنا نروح نخسر او حاجه، فده كان يعني مش بريشر قوي بس كان برضو اللي هو اعتبر دي ثقه. ثقه طبعا بصراحه يعني احنا كنا رايحين واثقين فعلا، بس لا كان مش حاطط بريشر قوي بس يعني اللي هو لا لازم دافع نشيل يعني. دافع ان احنا نفضل شايلين اسم مصر يعني. طب ليلى قبل ما اخش على جود، بدايتك في الباسكت بول طبعا انت بنت كابتن شريف الصناديني كان واحد من نجوم الزمالك والجزيره واحد من اللعيبه العمالقه، يعني ده السبب انك دخلتي لعبه الباسكت بول ولا انت كنت حباها؟ هو بصراحه العيله كلها بتلعب باسكت من ناحيه مامتي وبابايا، فكان يعني اللي هو بوش ان انا العب برضو، بس هو بدا معايا من وانا مثلا عندي 10 سنين او حاجه، ومن ساعتها هي سبورتس مي وكل حاجه، وبصراحه كان يعني معايا في كل الحاجات. حلو جدا. جود بدايتك مع الباسكت بول؟ لا انا بدات وانا صغيره من وانا عندي 4-5 سنين تقريبا. فعلا؟ اه والله، وبابايا برضو كان بيلعب باسكت، فكنت نفس حاجه يعني بيشجعني دايما بيمرني، وكمان فيتنس ترينر فكان يعني دايما معايا ستيب باي ستيب وكده. حلو. خديجه حته ان الواحد يبقى عنده باشن للعبه اللي هو بيلعبها بتفرق في ادائه؟ طبعا يعني هي من اكتر الحاجات، انا برضو بدات باسكت وانا اكبر شويه زي ليلى فعلى طول حبيته، وهي دي اكتر حاجه يعني بتخلي اللعيب ان هو يكون عايز يوصل يعمل حاجة أحسن. بيلعب يبقى قلبه على اللعب، فأه دي حاجة مهمة جدا. وشي شاي ولا قهوة؟ شاي بلبن. كان ناسي والله طول حياتي إن أنا شربت شاي بلبن. احكي لي بدايتك مع الباسكت بول إيه؟
يعني والله هي قصه ظريفه جدا. لا يا وشي لا يا وشي. لا بس يعني انا اصلا كنت بلعب كابتن التيم كابتن التيم يعني. ايوه صح. كنت بلعب هاند بول اصلا وبعد كده مره بلعب مع صحابي كده قبل التمرين بتاعهم. لغايه سن كام هاند بول؟ لا كنت صغيره برضو كان 4 سنين أو 5. وبعد كده بلعب مع صحابي بيلعبوا باسكت فعادي بهبل يعني. فالمدربه شافتني فطبعا شافت بوتنشال تقريبا يعني راحت لمامتي وكده وكلمتها وبدات باسكت يعني بصراحه ونفعت الحمد لله. الله اعلم. اسال بقى كابتن احمد جمعه. طيب احساسكم بقى بعد التتويج بالبطوله يعني لو ابدا بجود مين اول حد كلمك بعد ماتش الفاينل؟ كلمني مامي بابي كده كده. البطوله كانت في سلطنه عمان. كانت في عمان صح كده. اول ما خلصت هما بعتوا لي على طول لان هناك الكولز كانت صعبه شويه. فطبعا احساس حلو قوي زي نفس يعني شبه نفس الاحساس بتاع افريقيا يعني. وكمان كانت الماتشات كمان اهدى شويه فكنا. بطوله افريقيا مكانها كان فين؟ كانت في مصر. كانت هنا. كانت في الاستاد. ايوه كانت بطوله برده مش سهله يعني. انا شايفه ان افريقيا كانت اصعب كتير. ليله بقى بطوله افريقيا كان اكيد وقتها الاهالي والصحاب والدنيا كلها كانت موجوده. كانوا موجودين فعلا. وحتى في عمان ما كانش فيه الكولز وكده كانت صعبه فكان كل حاجه تكست. فكنا يعني بعد ما اتوجنا بالاخر يعني ما كناش شاحنين باقه يعني. بس فلما اتوجنا بالبطوله الحمد لله يعني كانوا كلهم بيبعتوا لنا كل حاجه بقى يعني موجبين معاكم يعني. طبعا احساس ان انا اكسب بطوله خديجه هنا اكيد احلى من ان اكسب بطوله بره البلد. ده حقيقي. بس بره البلد بتبقى اصعب شويه. بره البلد اصعب. هنا في جمهورك ارضك متمرنين على الارض عارفين الملعب بتاع كده. بره طبعا اصعب الظروف انت مش متوقع مش متعود عليها. بس برضو احساس حلو انك تكسب في بلد بره بلدك يعني باسم منتخب مصر اكيد حاجه كبيره برضو. احساس ان انا العب باسم منتخب بلدي دي نقله يعني. ان انا العب مع النادي بتاعي اكيد حاجه حلوه. لكن الفرق بقى يعني اول ماتش لكل واحده فيكم الميموريز بتاعتكم كانت ايه او الذكريات بتاعتكم كانت ايه؟ تاني ولا عامة؟ عامة حتى مع في الباسكت العادي. وانا اول ماتش باسم مصر صراحه كان ماتش بالنسبه لي كبير يعني. احنا كان 5 على 5 وكان كاس عالم تحت 17 سنه. بس كان ماتش ضد كوريا. كلكم بتلعبوا في المنتخب الاول الناشئات 5 على 5 ولا مش كله؟ كله متصعد يعني. فبنلعب ماتشات مش كل الماتشات بس في ماتشات كتير بنلعبها يعني الحمد لله. بس ماتش كوريا كان ماتش يعني مهم بالنسبه لنا وكسبناه. فانا بالنسبه لي بصراحه اول ماتش ليا في المنتخب كان يعني حاجه نفتكرها دايما كده. جود. لا اول ماتش ليا كان في افريقيا 3-3. لا صراحه كانت خضه يعني. انا اول مره العب منتخب والناس كانت كتير قوي ويعني سبوت لايت عليك. لا الموضوع كان مرعب قوي كمان. بس كان الموضوع يعني انا مطمنه الناس اللي بحبها حواليا. كان بابايا ومامتي موجودين بيهدوكي على طول. بالظبط. كانوا كده. كان موضوع ريلاكسنج شويه. ليلى انت بالنسبه لك لا العب وسط جماهير ولا لا الدنيا كتيمي كده ما حدش يحط عليا ضغط يعني؟ لا وسط جماهير بصراحه بيدي باور كده وانرجي في الملعب اكتر. بس انا اول ماتش برده كان في البطوله العربيه دي. بس مع يعني في الاول كنت مخطوفه شويه بعد كده بدات اخد على اللعب وكانوا كلهم معايا وكده وكابتن جمعه فكان لذيذ يعني. خديج اول ماتش كان ليكي ايه؟ اول ماتش ليا مع المنتخب كان بطوله عربيه بس كان 5 على 5. يعني هو احساس مختلف طبعا انك تلعب بره بلدك مع منتخب مصر. بس يعني هو انك تلعب بطولة عربية وبعدين افريقيا ومش عارف ايه على طول بتحط ليك تارجت اكبر. فبس على طول بيبقى عيني على التارجت الاكبر يعني. فالماتشات بطولة عربية ما كانتش اجمد حاجة بصراحة. كل واحدة فيكم النادي بتاعها ايه؟ البطولات اللي انتوا عندكم في الوقت الحالي المنافسات المحلية 3 على 3 عندكم في بطولات دوري محلي ولا ولا بيبقى المنتخب بس؟ لا في اصلا النهاردة ماتشات يعني حاليا بتلعب ماتشات. فكرني انا اسفه جدا ما تفكرنيش. لا 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 بس احنا حاليا كان عندكم ماتشات النهارده؟ انا جاي ماتش. انا كان عندنا انا سبورتنج يعني كان عنده اسكندريه كان عندهم بطوله هناك. بس ما رحناش بقى. ما رحتوش عشان اللقاء عشانكم بس الشوارع والاضواء يعني اتغيرت. قولي لي يا وشي. بس احنا حاليا بقى 5 على 5 عادي في الدوري المحلي يعني. احنا عندنا الجمهوريه فاحنا دلوقتي المفروض الاسبوع الجاي يعني عندنا سيمي فاينلز.
مهم يعني. فاحنا بنجهز اصلا البطوله كانت جايه في وقت صعب، ان هي جايه في وقت الاعداد بتاع السيمي فاينلز، بس كله عشان مصر بقى. سلام. طب لو عندكم منافسات مع المنتخب او النادي وفي نفس التوقيت حاجه 3 على 3، ده بيحصل كونفليكت او تعارض في وقت من الاوقات؟ حصل المره دي، يعني احنا عندنا سيمي فاينلز، فرقتنا يعني سبورتنج في النادي كل الفرق بتبدا يعني تبريبير نفسها عموما كخطط وكل حاجه في الخمسه على خمسه بالظبط. يجي بقى جت بقى البطوله 3 على 3 اللي فاتت، فاحنا كان في نفس الوقت، بس طبعا عرفنا يعني نظبط الموضوع بالظبط. لا بس هو الاتحاد عاده بيظبط اكتر موضوع ان احنا ماتشاتنا او لو في حاجه في الدوري بتحصل يبقى لا بعيد شويه عن البطوله، بيأجلوا يعني، هما بيراعوا قوي ان احنا في فتره اعداد وفي فتره ماتشات، فهما بيحصل حاليا حتى البطوله كان عندنا ماتشات بعد البطوله على طول، ما اجلوها شويه علشان نلحق نرجع ونلعب معاهم. ده بيخليكم تحسوا انكم نجوم بقى، في خناقه علينا بقى، المنتخب عايزنا والنادي عايزنا. ايوه طبعا بيحصل طبعا. ايوه. ايه اكتر موقف كوميدي حصل ما بينكم في بطوله افريقيا او البطوله العربيه؟ اكيد لا، عادي هحكي لكم كل صراحه. يعني بطوله عربيه كان عندنا ماتش يعني، ف فداخلين فبنعمل تبديل، ف ليلى بتقول لزود ايه بقى، واحده واحده، ليلى بتقول لزود لا يلا نبدل فزود لا لا لسه مش دلوقتي، وكملت في الملعب شويه. بعد كده جيت انا بعدها بقول لزود يلا نبدل، قالت لي لا برضه لسه، بتلت في الاخر يعني. بس الموضوع لا، ممكن انا اقول موقف تاني؟ قولي لي. ليلى مش فاكره ليلى بتبدل مع مين؟ يا نهار اسود، فطلعت تجري بسرعه قوي في كل بتقعد على الكرسي اتكسر. كرسي اتكسر. طيب ده اكتر موقف. واحده واحده بس، خدوا نفسكم عشان اسمعك. واحده هو كان موقف محرج بصراحه، بس يعني المفروض نعديه وما نتكلمش عليه. لا مش مشكله يعني. طيب قولوا لي مين اكتر حد فيكو اكيل؟ قبل الماتشات بياكل جامد. لا على طول بتسال على الاكل. لا بس انا والشوكولاته. لا هي خديجه بتاكل شوكولاته. واحد واحد هيتكلم عشان اسمعكم. خديجه بتاكل شوكولاته كتير. انت بتحبي الحاجات الحلوه اكتر. لا الشوكولاته. لا الشوكولاته بالذات. الشوكولاته بالذات. طب مين اللي بقى بياكل؟ ايه اكتر اكله بتحبي تاكليها؟ بحب كل الاكلات. بحب المكرونه بشاميل. كله. بحب اعمل مكرونه بشاميل حلوه كمان. بتطبخي؟ ايوه عليك. طب مين بقى اللي فيكوا لو مثلا في ماتش من الماتشات حد اجريسيف شويه، حد بيضرب من تحت لتحت، مين بقى اللي هيخش بقى يتصدر في الخناقه؟ البلطجي بتاعك تبقى على حسب البوزيشن. لو حد مثلا طويل فيعني هتسيب خديجه طبعا، معايا مالهاش دعوه. خديجه بقى هي تاخد العلقه. حد فوق ممكن انا بمسكه، ممكن اعرف اغلي شويه. بس ايه اكتر حاجه كابتن احمد جمعه كان بيقولها لكم على طول؟ ملحوظه فنيه او حاجه فعلا؟ هنلعب مع بعض، هنلعب مع بعض ونلعب جوه السيستم، يعني مبين السكيلز بتاعتنا جوه السيستم. بتبقى حاجه صعبه ان انا اطوع مهارتي للجيم بلان بتاع الفرقه؟ لا هو لا بيدينا صح. المساحه ان احنا نقدر نطلع اور سكيلز في جوه السيستم. يعني هو مدينا المساحه دي. حلو قوي. خديجه ال 3 على 3 بيبقى الهجمه 12 ثانيه. مظبوط. مده قليله جدا. وفي الباسكت بول العادي كلكم بتلعبوا باسكت عادي 24 ثانيه. اللي انا ابقى بقى طول الوقت في دماغي حاطط ده، يعني ده في اعتباري وانا بتعامل مع الهجمه وانا في الجيم بلان بتاعي، بيعمل لكم لخبطه شويه النقله من هنا لهنا ولا لا؟ يعني كخديجه انا ما حسيتش بالفرق قوي، لان هو اصلا 3 على 3 مش بتحتاج اكتر من 12 ثانيه، يعني هي عقبال ما تمشي خطه، تعمل تشوت او اي حاجه، مش بياخد اكتر قوي من 12 ثانيه. وكده كده الكوره لما تلمس الحلقه الهجمه بتتجدد، ف يعني لا الفرق مش كبير قوي بصراحه. مين اللي يتكلم معاكوا خلال الجيم عشان يقول لكم التايم؟ فمثلا لعيب معين اللي هو هينهي الهجمه؟ هي مش بتبقى كده، هو انت البورد نفسه او يعني بيبقى فيه في ساعه تايم مكتوب، فانت دي يعني هي تحت البورد بالظبط او تحت الحلقه، فانت وانت بتلعب انت كده وكده شايف التايم. وبعدين احنا برضو بنوصل لمرحله ساعات ان انت بتبدا تحس اللي هو لا خلاص هي الهجمه بتخلص، فانت مش حد معين، بس انت الكوره في ايد مين يلحق يقدر يخلصها دلوقتي، ففي الوقت ده هو اللي بيخلصها. في التايم اوت في الباسكت العادي المدرب هو اللي بيليد او هو اللي بيقود الكلام ويوجه ويقول التعليمات، في الثلاثه على ثلاثه مين اللي يتكلم؟ وشي. وشي.
وشي كل هي اللي بتطلب طبعا هي بتطلب التايم اوت بس لما بتطلب التايم اوت يعني كل واحده بتقول هي شايفه ايه بس طبعا عائشه اللي بتتكلم اكتر. ليلى ايه الحاجه اللي بتحلمي تحققيها في الباسكت بول؟ كده كده المنتخب الاول ومش عارفه بس غالبا هي اكتر حاجه بلعب لها اللعبه دي هي ان انا افضل شايله اسم ليلى بس. يا سلام. طب قولي لي مين اللعيبه اللي بالنسبه لك برده مثل اعلى من اللاعبات اللي موجودين دلوقتي في المنتخب؟ هي البوزيشن بتاعي هي ساره مسعود بصراحه. يعني ما شاء الله هي نجمه بصراحه ان شاء الله يعني في المستقبل نبقى زيها. خديجه. حبها. انا هاجر عامر. هاجر عامر. بتاع سبورتنج طبعا. ايوه طبعا. لا دي عشق يعني هي اسطوره. أنا قصه نجاح طبعا. طبعا. حلمك في الباسكت ايه؟ ايه الحاجه اللي بتطمحي انك تحققيها ان شاء الله يعني؟ هي طبعا برضو زي ما ليلى قالت طبعا منتخب مصر اي لعيب بيبقى نفسه يشيل اسم بلده وبس دي اهم حاجه يعني ان احنا نظهر بشكل كويس وبس دي اهم حاجه. وشي السؤال تاني. ايه الحاجه اللي نفسك تحققيها في الباسكت بول؟ ومين اللعيب اللي بالنسبه لك هو المثل الاعلى يعني؟ هو انا يعني حاليا بالنسبه لي طبعا دريم موسى معايا في النادي بتلعب نفس البوزيشن وبحس ان هي اكتر حد يعني يلعبها اقدر انا يعني ابقى زيه الستايل بتاعها شبهك يعني بالظبط وكمان ان هي معايا في الفرقه فالموضوع ده يعني بيساعد يعني بصراحه سبورت بقى. مكانك في الملعب ايه؟ اللي هو بوينت جارد. بوينت جارد واحد. جود. نادين سلعاوي. نادين طبعا. أوكي. بحبها قوي يعني بحس برضو. نادين كانت سبورتنج الاول ولا اهلي على طول؟ لا ما اعرفش صراحه. لا بس أهلي. 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 اهلي على طول. اوكي انا أوكي. بحبها قوي بحس ان انا ممكن يبقى ستايل لعبي مايل ليها شويه وطبعا نفسي يعني نفسي العب في الدبليو ام بي اي ومنتخب مصر طبعا. ما شاء الله طبعا. طبعا طبعا. لا والله ليلى ان شاء الله ان شاء الله. جود جمال نورتين. شكرا جزيلا ليك. ليلى الصناديل شكرا جزيلا ليك. خديجه عثمان نورتي الدنيا شكرا جزيلا. صح حضرتك طيب. او انت طيب وشي محمد كابتن التيم سي جدا ليك نورتينا. بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا من ملاعب الابطال اشوفكم ان شاء الله في حلقات جايه الى اللقاء.